تعرف الشباب بالعراق الكل يعاني، يعاني من تهميش وتسويف بأبسط حقوقه. كل شاب اليوم يتمنى حياة كريمة، مو أولا يكون نفسه، خصوصا من الناحية المادية، الناحية الحياة الزوجية، يكمل دراسته، لكن لازم يكون هناك تكافؤ بينه وبين الدولة. الدولة لازم أنها تسعى في سبيل توفير فرص العيش الكريم. الدولة اللي عارفة فرصة عمل، يعني هذا عمرك هسه كبرت يا صاحبي، صار 30 فوق 30 ما لاقي لي فرصة عمل. زين انا عندي تقاعد هاي من الصبح هسه يوميا اروح واجي على متقاعد مات والدتي، ما جاي يطلعونه. رحت الرعاية قالوا لي ما صدق انت لازم لم تتزوج. رحت لهم يا بسوون هسه اعطونا راتب، قالوا لي ما يصير لي تتزوج. زين هو هسه في هذا الوقت ماكو امكانيه. شلون ممكن الشاب يحقق هاي الطموحات؟ شلون يحققها؟ اي شلون يعني الشاب شلون يحقق هاي طموحاته؟ من جانب واحد لازم الشاب يشتغل على نفسه، يعني يروح التدريس، يتطور مهاراته، اي فرص اكو يعمل متطوع، يعني اي فرص موجود لازم يستغل، خاصه احنا عايشين هاي الدنيا شبكات تواصل اجتماعي لها تاثير كثير. ومن جانب اخرى لازم حكومه هم تشتغل للشباب، يعني اذا انا شنو استفادت عندي شهاده ومهارات وكل شيء بس فرص ماكو. يعني انا اعتقد 50-50%، يعني الحكومه من جانب لازم توفر فرص شغل للشباب، وخاصه يعني عندما يتقاعد شخص لازم نجيب الجيل الجديد يشتغل ويعطوهم مناصب، حتى يعني لا يفكروا بالهجره ومغادره البلد. ويعني احنا نعرف العراق يعني اكثر حوالي 65% نسبة سكان العراق هم شباب. ذولا شباب متخرجين ضباط من كليات ومعاهد، وذولا شباب من المنتسبين اللي كان مشمولين بالعودة بعام 2019. ذولا يحتاجون إلى تخصيص مالي. ما أعتقد إمكانات الدولة الهائلة ما تستوعب هذه الشريحة من الشباب.